عودة إليكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. في فقرتنا هذه سنتحدث عن استضافة جامعة فلسطين التقنية خضوري بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ملتقى الرياضيات الثالث، حيث يشارك فيه نخبة من المشرفين والمعلمين لمناقشة مشاريع تربوية للمدارس والجامعات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب معنا هنا برئيس قسم الإشراف في مديرية التربية والتعليم وعضو اللجنة التحضيرية للملتقى الأستاذ إبراهيم أبو بكر. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، شكرا على اهتماماتكم المتنوعة. يعني أنا حسيت أنه في ألوان وشرائح يعني تهم كافة مجتمعنا في إخوان أهلنا في تركيا. شكرا. أكيد يعني دائما التنوع سبقت صباح الخير. يعني الآن نحن في حديث حول ملتقى الرياضيات الثالث وهو استكمالي للأعوام 2012 و2013، ونحن الآن على أبواب الملتقى في العام 2014. فكرة الملتقى وأهميته في الساحة التربوية على الوطن جميعا. نعم، كما قلت أخي خالد، هو فعلا هو الملتقى الثالث على اعتبار أنه سبق ملتقيين في العامين الماضيين وبمسمى الرياضيات. فالفكرة حقيقة هي بدأت من قسم الإشراف في المديرية، وتحديدا من زملائي مشرفي الرياضيات، لأنهم أكثر وقوف على طبيعة الرياضيات كمبحث، كأهمية في الحياة. الآن لو بدي أوقف أكثر يعني الدوافع الحقيقية وراء اختيارنا لمبحث الرياضيات، لماذا الرياضيات بالذات تحديدا دون غيرها من المباحث الأخرى؟ لأن الرياضيات تعرف هي أصبحت الآن لغة الحياة، يعني وهي المحور الأساس في تشكيل شخصية الإنسان. هي اللي بتدفع الإنسان كيف يفكر صح، كيف يصقل شخصيته، كيف يتعامل مع الناس، كيف يوظف المعارف في الحياة. من جانب آخر يعني هي تتماشى أصلا مع خطط وزارة التربية والتعليم لتطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم. في كل خطة سبق، احنا حاليا في الخطة الثالثة، لها مساحة كبيرة من خلال الخطة، مساحة كبيرة لتحسين نوعية التعليم وتطويره في مجتمعنا الفلسطيني. ايضا الرياضيات هي تعتبر من يعني المسائل اللي كانت من ام العلوم، وكيف فكان يعني من الاولى ان نقف عندها بهذه الوقفة حتى يعني نثري هذا الجانب ونبعد اللبس الموجود عند إخواننا زملائنا المعلمين والطلبة حتى وحتى أولياء الأمور. دائما النظرة إلى الرياضيات على أنها هي الأصعب وهي الأعقد وهي اللي هي دائما تحصيل الطالب المتدني مربوط في الرياضيات، بالأسف في خوف كمان في خوف من هذا المبحث. بالضبط، يعني صحيح. هو هذا يعني كان من الأسباب اللي دعتنا نفكر في عقد هذه التظاهرة، أنا مسميها تظاهرة تربوية كرموية، يعني رغم أنها هي عمت على جميع محافظات الوطن. نعم. وكانت يعني ننتظر إن شاء الله في كل المشاركات اللي تم تقديمها. يعني بالحديث عن هذه النقطة بالذات أستاذ إبراهيم، كيف يشكل هذا الملتقى كصورة داعمة، أن يكون صورة داعمة للمعلم، معلم مادة الرياضيات، وحتى للطالب نفسه؟ نعم، أنا كما مثل ما حكيت أنه المعلم للأسف يعني في بعض المعلمين لا يزالوا ينظروا إلى الرياضيات على أنها أي مبحث عادي، أي مادة كما هي في الحال باللغة العربية أو التاريخ أو الجغرافيا أو حتى بالتربية الإسلامية، على اعتبار أنه مطلوب منه يلقن الطلاب، يحفظهم المسألة، يملي عليهم خطوات حل المسألة، وهم كان مطلوب يعني حسب وجهة نظره أنه يكتب هالخطوات ويسترجعها في الامتحان وانتهت. الآن بما أنه في عندي أنا كم هائل من المسائل والمعلومات في أي درس من دروس الرياضيات، فيجد المعلم صعوبة في نقل المعرفة لأنه عنده كم هائل من المعلومات، المحتوى زخم، الطلاب قدرتهم الاستيعابية بالحفظ فيها مشكلة، فبدأ ينظر على أنه هو معاقب من خلال المنهاج، معاقب من خلال المشرف، معاقب من خلال ولي الأمر. من زاوية أخرى الطالب بدأ يشعر بالإحباط، حتى ولي الأمر يعني دائما بيقول أنه يعني إشمعنى الرياضيات هي المشكلة مع ابني. يعني الآن فكرة المنطقة كانت الهدف أن نعرض بعض المواقف، بعض التجارب، بعض الأبحاث والدراسات التي قد تعين، ونأمل ذلك أن تعين وتساعد المعلم الوقوف على أفضل الاستراتيجيات للتعاطي مع المحتوى، لأنه إحنا حكينا الرياضيات هي ليست مادة للحفظ، فإذا تناولت بهذا المنهج أكيد راح أنا أتعب وأتعب
من هم حولي. يعني من خلال الملتقى سيكون هناك استحداث لطرق أفضل من ناحية التعليم بعيدة كل البعد عن نظرية التلقين التي حاليا موجودة في المدارس. نعم. هناك يعني 36 ملخص كما ذكرنا قبل البدء بالفقرة، المعايير اللي يتم الاستناد إليها لأخذ هذه وقبول هذه الملخصات والمشاريع. إحنا في الواقع يعني كان عندنا بعض الشروط والمعايير على تلقي المشاركات سواء كانت أبحاث أو دراسات أو أي تجربة تربوية هادفة فعلية. كان من بين شروطنا أنه تقتصر المشاركات على معلمي الرياضيات طبعا في الوطن كله، مشرفي الرياضيات في الوطن كله، طلاب الجامعات من ذوي التخصص الرياضيات. هلا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه وضعنا 5 محاور للملتقى، يعني أي مشاركة خارج هذه المحاور سوف يتم استبعادها. والمحاور طبعا هي تضم تشمل المناهج وما عليها ما لها وما عليها بهدف تحسينها وتطويرها. بيعرف انه يعني اي منهاج في العالم، اي انسان بيحترم، اي دوله بتحترم نفسها بتحدث منهجها بتطورها بحيث تراعي الواقع، التغيرات، حاجه البلد. ايضا كان من الشروط ومن المحاور اللي طرحناها اللي هي قضيه انه بدنا نعرض دراسات على مستوى البلد على مستوى المحلي الواقع المنطقه المحليه، فسواء كانت هذه الدراسات لها علاقه في اساليب تدريس، توظيف الاي سي تي في التعليم، او لحل المشكله او غير ذلك. ايضا من شروطنا المحور اخر اللي هو استقطاب او استقبال مشاركات بتجارب عالمية ودولية. يعني احنا اخذنا برضو او كنا معنيين في تجربة دول الخليج لاستخدام الايباد في التعليم، وفي تجربة سنغافورة في البار مودلينج اللي هي النمذجة احد استراتيجيات التدريس. هاي ايضا من المحاور اللي احنا كنا واقفين عليها. بالاضافة كان من اهم المحاور اللي احنا يعني معنيين ان المشارك في الملتقى او بحضوره لهذا الملتقى يخرج بشيء في تحسين نوعية التعليم والتعلم من خلال دور المشرف التربوي في تطوير هذه المهنة. فهذه الشروط كلها جميعا كانت هي معيارنا للانتقاء اي مشاركة. وفعلا احنا تلقينا اكثر من 36 مشاركة، وعملية الفرز الاولى اكتفينا ب 17. هذول ال 17 وزعناهم على ال5 محاور اللي انا حكيت عنهم. طبعا كانت ثقل متفاوت، يعني في بعض المحاور طلع لها مشاركتين او 3 وبعضها 5 أو 6. زائد يعني انا بدي احكي في قصة بجزء من اهمية هذا المؤتمر او الملتقى، انه حاول يجمع شطري الوطن. لحسن الحظ اجتنا مشاركة من غزة، ولسوء الحظ استبعدت لأنه كان صاحبها دكتور محاضر في الجامعة، وهذا لا يعني لا يتفق مع معيارنا. صحيح. لا هو طالب ولا هو مدرس ولا هو مشرف، فاضطرينا نستبعدها مع أنها كانت فكرتها جيدة. يعني المشاريع أستاذ إبراهيم التي أو لنقل الملخصات التي قدمت، هل تصنف ضمن القائمة الإبداعية والريادية فيما يتعلق بمبحث الرياضيات؟ نعم، هي زي ما حكيت أنا تم انتقائها بناء على هذه المعايير، من درجة الإتقان، درجة الجودة، درجة التطابق مع المحاور والفائدة المرجوة منها. نعم. ففعلا تم يعني في المرحلة الأولى قبل أكثر من شهر كان اجتماع للجنة التحضيرية واللجنة العلمية، وتم في جامعة حضوري، وفرزناهم يعني بمهنية وموضوعية وبناء على درجة الحاجة ودرجة حل المشكلة. جدول وزمان ومكان ملتقى الرياضيات الثالث متى سيكون؟ طبعا بالنسبة للملتقى احنا إن بجوز حوالي 2 شهر في حالة استعداد وترتيب وتهيئة وتخطيط. وفي الواقع هو الملتقى القائمين عليه زي ما انت حكيت في البداية هي جامعة فلسطين التقنية خضوري بالتشارك والشراكة مع مديرية التربية. صحيح. والتعليم، والجهتين القائمين بشكل لجنتين، اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية. اللجنة التحضيرية هو الرئيس مدير التربية والتعليم، الرئيس الفخري والفعلي لها مدير التربية والتعليم، ورئيس اللجنة العلمية دكتور رزق ستيتي، ورئيس الملتقى بشكل عام هو الدكتور مروان. هلا احنا بدأنا من اكثر من 2 شهر تقريبا الاستعداد، صار عقدنا عدة اجتماعات على كانت زمرية للجنة التحضيرية على حدة واللجنة العلمية حدة، وكانت اجتماعات موسعة تضم اللجنتين. طبعا مرينا في مراحل، اعلنا فكرة المؤتمر من خلال وزارة التربية والتعليم، الوزارة عممته على كل مديريات الوطن بما فيها غزة زي ما حكينا، وبدأنا نستقبل المشاركات على شكل ملخصات. كان آخر فترة زمنية سمح لاستقبال الملخصات اللي هي عند 1/2
اللي هي اكتفينا ب 36، ويمكن اعطينا وقت اكثر لجمعنا اكثر. الان احنا في مرحله المرحله الثانيه من الفرز. هذول ال 17 مشاركه بدنا نكتفي فقط من 8 الى 10 مشاركات فيهم، بحيث يعني اللي بيحدد العدد بالضبط تقريبا اللي هو كم جلسه حيكون في الملتقى. اذا اعتبرناهم ثلاث جلسات يمكن ناخذ 3 3 3، الجلسه الاولى 3 مشاركات، الثانيه 3 3، فبيطلعوا 9. يمكن ناخذ 4 4 يطلعوا 8، واذا اكتفينا بثنتين يطلعوا 8، واذا كانوا 3 فبصيروا 10. حاليا يعني راح يعني في حكي حول العدد مشاركات، وان شاء الله راح لعند 25/4 راح نكون مجهزين كتيب للملتقى اللي بيشمل بضم جميع المشاركات اللي تم قبولها والتعاطي معها. وساعتها يعني بيكون احنا في مرحله المرحله النهائيه من مباشرة العمل فيه. أكيد الأستاذ ورئيس قسم الإشراف في مديرية التربية والتعليم وعضو اللجنة التحضيرية لملتقى الرياضيات الثالث الأستاذ إبراهيم أبو بكر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. يعني أكيد الرياضيات هي مبحث كثير صعب، يعني أحيانا 1+1 بعض الأحيان بعض الناس بخربطوا فيها. صحيح خالد، أنا بس بدي أسأل يعني أنت كنت تخاف من مادة الرياضيات؟ لا شوفي وفاء، أنا بدي أكون صريح معك ومع المشاهدين، أنا في الثانوية العامة جبت في الرياضيات 100% فأعتبر نابغة نوعا ما. يعني بنتأمل النجاح والتوفيق لكل طلابنا وطالباتنا وأيضا لمعلمينا ومشرفينا وكل من يشارك في دعم المسيرة الأكاديمية. سنستمر وإياكم في فقراتنا المتنوعة وإلى عالم جميل جدا، عالم الإبداع والفن، لكن الفن في الكلمة، فن الكلمة في الشعر بالذات، بعد هذا الفاصل.